مشاهدينا مساكم الله بالخير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي الأسبوعي إكسترا تايم، واللي من خلالها راح ناخذكم بجولة رياضية حول أبرز الأحداث الرياضية اللي حصلت خلال الأسبوع الماضي. وطبعا اليوم عندنا الكثير من الأحداث المميزة اللي تتعلق برياضتنا الكويتية محليا أو خارجيا، ودورنا مشاهدينا واجبنا في تلفزيون الوطن وعبر مراسلينا أن نغطي لكم أهم هذه الأحداث ونعرض لكم باقي من التقارير الرياضية المميزة، ونتمنى أنها بالفعل تحوز على أرضاكم. مثل ما تعودنا في كل حلقة عندنا فقرة رئيسية نستضيف فيها شخصية رياضية ضيف نتبادل الحديث معاه عبر محاور وملفات راح نفتحها عشان نتعرف أكثر وأكثر عن ما يدور في رياضتنا داخل الكويت. وفي هالحلقة راح نسلط الضوء أكثر على لعبة كرة القدم الأمريكية اللي بدأت تنتشر بالكويت بشكل كبير ووسط اهتمام المسؤولين الرياضيين، وحتى من داخل الوسط الإعلامي قام يهتمون بهاللعبة شوي. راح نستضيف خلال هالحلقة شيخ مشعل طلال الفهد نائب رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم الأمريكية وعضو أيضا اللجنة الكويتية للرقبي وكرة القدم الأمريكية. الإجابة يعني عن كل الاستفسارات والأسئلة اللي يعني عدوها فريق العمل واللي حتى نيتنا من المتابعين عبر برامج التواصل الاجتماعي، ونرجع بعد هذا التقرير ونستكمل حلقتنا. مشاهدينا وصلنا لفقرتنا الرئيسية، وضيفنا اليوم راح يكون الشيخ مشعل طلال الفهد الصباح نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأمريكية وعضو اللجنة الكويتية للرقبي وكرة القدم الأمريكية. بنتكلم معه عن مستقبل هاللعبة في الكويت وآخر أخبار تحضيرات منتخبنا لتصفيات آسيا اللي راح نشارك فيها كفريق كويتي لكرة القدم الأمريكية. قبل هذا كله خلونا نشوف التقرير عن احتفالية اللجنة الكويتية بقدوم فريق فرسان نيوشاتل واللي صارت في مجمع لافنيوز. نشوف التقرير ونرجع مرة ثانية. الاتحاد الكويتي لكرة القدم الأمريكية أقام احتفالية مبسطة في مجمع الأفنيوز بمناسبة وصول فريق نيوشاتل السويسري، حيث سيقام لقاء ودي مع المنتخب الكويتي ضمن استعدادات المنتخب لتصفيات كأس العالم في السويد 2015. أهلا وسهلا الفريق السويسري، ناخذ الفرصة هذه ونناشد الجماهير الكويتية تيجي تساند إخوانهم المنتخب الكويتي لكرة القدم الأمريكية. ترى الربع أول مرة يلعبون مباراة مع أوروبيين، والأول مرة مع جدة، وجدة مثلنا حالنا من حالهم، ما عندهم خبرة احنا ما عندنا خبرة، وكانت حبية أكثر شيء. هذا فريق لا يقل من 3 سنين دوري، غير تأسيسه من بعد قبل 10 سنين. احنا في ثالث سنة تأسيس، ما لعبنا ولا دوري محلي، وهذه تعتبر ثاني مباراة لنا. الهدف من تواجدنا بالاحتفالية هذه أن منها إشهار اللعبة وإثبات وجودها في الكويت ونجاحها، ودعوة عامة للمباراة ضد المنتخب ضد الفريق السويسري لاستعدادات المنتخب تأهل كأس العالم. أجواء رائعة استمتع فيها الحضور وفعاليات متنوعة قدمها المنظمين، وكذلك أتاح الاتحاد الكويتي في هذه الفعالية فرصة للراغبين في الانضمام إلى الفريق والتسجيل فيه. والله الانتشار طيب ولنا حضور، وفي ناس قاعدين يسجلون عندنا على اساس حابين يتعرفون على اللعبه وحابين يدشون المجال كلعب لاعبين في الكره الامريكيه. نحن نعلم ان اللقاء لن يكون سهلا، وسوف نواجه فريقا متطور، وهذه فرصه جيده للمنتخب الكويتي للتحضير لمباراه كوريا. نيوشاتل الفريق صعب لأنهم يلعبون فترة طويلة كمجموعة، ولديهم مواهب وخبرات، وهم فريق صعب جدا. الاتحاد الكويتي لكرة القدم الأمريكية يسخر جميع إمكانياته المتاحة من أجل نشر هذه اللعبة في الكويت وتأسيس قاعدة شبابية لقيادة اللعبة في المستقبل. علي حسن لبرنامج إكسترا تايم.
مشاهدينا نرحب بضيفنا الشيخ مشعل طلال الفهد نائب رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الامريكية وعضو اللجنة الكويتية للرقبة لكرة القدم الامريكية. شوق طال عمرك، يمكن نشوفك مريض شوي مزكم. والله يا اخوي الحمد لله انا بخير وشوي تعبان، وعذروني يعني مقدما المشاهدين طبعا وشخصي الكريم شوي تعبان، صوتي واطي وكذي فاعذرونا. سلامات ان شاء الله. طبعا احنا ودنا اليوم نتكلم شيخ مشعل عن موضوع كرة القدم الامريكية. ناس متفاجئين، كرة القدم الأمريكية عندنا بالكويت تأسس فريق بدأ يشتغل، اسمعوا عن منافسة راح ندشها. نبي نتكلم في البداية عن فكرة إنشاء منتخب كويتي لهذه اللعبة. أول شيء جزاك الله خير على السؤال، ونشكركم بالبداية، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونشكركم على دعمكم المتواصل أنتم يا قناة الوطن. تستاهل ذات اكسترا تايم، والسؤال هذا سألوني إياه كثير. ما عندي مشكلة أرده، يعني هذا تاريخ وإن شاء الله يكون متسجل للتاريخ، بس إنه تكلمنا فيه كثير، واللي هو إذا أحد مستغرب لحد الآن يبقى هو مو قاعد يطالع تلفزيون الظاهر ولا قاعد يقرأ جرايد، بس إنه نقول له مرة ثانية، إحنا بكل بساطة إحدى الليالي كنا قاعد نلعب سلة بالمارينا، شفت شباب بعد اللعب قاعد يلعبونها قدم أمريكية باصات، تحمست من زمان، أنا متين فمن زمان صغير قالوا لي العب رقبي ولا أمريكي وكذي. قلت لهم ها شباب خلينا نسوي شيء جدي، خلينا نشتغل فيها، يلا وياك وياك، اشتغلنا مشينا ودارت الايام على الاساس من 10 الى 20 الى 200 الى 300 الى 50 بعدين 500 اسف، بعدين ردينا 400 450 350 ونزلنا مره ثانيه، لين الحين الحمد لله صفينا تقريبا على 250 واحد مسجل و70 شخص حاليا معي بالمنتخب. يعني احنا يعني يمكن نستغرب من الاقبال اللي موجود، خاصه كلعبه جديده على الكويتيين يعني، بس احنا الكويتيين نحب المداحر باللعب ودائما هذه يعني العابنا، فيمكن تتوقع ان يعني راح تلقى استحسان كثير من الجمهور الكويتي اذا صارت عندنا مباريات مثلا يحضرها. محلي قصدك انت؟ شوف والله انا ما اعرف المستقبل ولا اقدر اعرف المستقبل، بس انا اقدر اقول لك الاتي، انا ما توقعت ولا احد من الاهل اللي كلمتهم قبل لا نفتح هذا ما توقعت الهجوم اللي كان بيصير من اللاعبين الراغبين يلعبون هاللعبه، راغبين يعني ممتاز، بس والله طلع عندك كلهم ناس ما يفهمون اللعبه، يعني مو ناس ان تقول لا، مو تقول لي دارسين بامريكا، وايد ناس يقول دارسين بامريكا وعايشين بامريكا، 99% منهم ولا يعرفون اللعبه من قبل، احنا علمناهم، دشوا وتاسسوا، دشوا وعلمناهم حوالي شهر شهرين تعلم اللعبه، اربع خمسة اشهر وراها هم تاخذ لك خبره فيها وتصير حالك حال الموجود، يعني وايد ناس متخوفين شلون يدد لو احنا مو حافظين اللعبه ولا مو فاهمينها، اللي يعني عندنا كم مباراه بديه طافوا هذول اللي لعبوا معي كلهم 7 أشهر خبره بس مو اكثر من كذي، يعني بسرعه تعلم اللعبه وان شاء الله مع الالتزام مع الممارسه راح تتعلمها. اقدر اقول بكل بساطه يعني احنا بالكويت ترى ما شاء الله، يعني لما اقول الكويت ولاده ترى الكويت ولاده، نعم صحيح، يعني المدرب مال الامريكي قاعد يقول شيخ احنا عندنا شيء مو طبيعي، يقول لي مشعل احنا عندنا شيء مو طبيعي، يكون عندك اجسام هنا لو مولودين بامريكا بالانفل، بالانفل هو الدوري المحترف مال امريكا، كجسم انا قاعد اتكلم كتالنت خالص، كبنيه وكسرعه وكذي، يعني ف عندك، بس انه شنو القصد؟ القصد منو لا مقاقه يعطي الالتزام اللي وراها، ترى يبي لها تمرين، وهاي العالم الحين من اللاعبين الحين عرفوا لما اقول لهم يبي لها تمرين يبي لها التزام، ابسط الامور لازم تعرفها انش متى تسوي كذي ومتى تسوي كذاك، لا متعرفها في اشياء انت تسويها بالقدم، قدم العادي بديهيا انت متعود هذا اللي انا اسويه بالحاله هذه، يعني صحيح. اكيد في شيء كذي، في اكيد واحد قاطع وراي، لان مستحيل يصير كذي الا كذي، احنا ما عندنا هالسوالف، لان اللعبه اول مره نلعبها، يعني لازم يتعلم الخطط ويتعلم التكنيك كمهاره ويتعلم ليش قاعد يصير هالشيء، ليش انا نقيت هالخطه، ليش المدرب قال هالخطه، ليش فهذه اشياء، اي لعبه جديده مو مولوده فينا مو عندنا، لازم اكيد دبل التريننج مال اكثر من العادي. اسستوا لجنه او اتحاد للعبة، هل كان التأسيس صعب؟ وشلون أسستوا؟ لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مشت الأمور. اللجنة الأولمبية ما تصعب عليك، كان تاريخيا يعني هذا الشيخ أحمد الفهد رئيس الاتحاد وقتها، رئيس اللجنة وقتها، الحين طبعا الشيخ طلال الفهد رئيس اللجنة الأولمبية، بس أقول لك وقتها الشيخ أحمد الفهد يعني هو حتى باللجنة الأولمبية كرئيس مجلس الأولمبي تشوفه بالمجلس الأولمبي الآسيوي شلون يتعامل مع اللعبات، ترى هو يقبل كل اللعبات، يعني اكبر مجلس اولمبي ولا اكبر لعبه اولمبيه اللعبات الاسيويه ترى كعدد لعبات، هذا عندك شواطئ وعندك الصالات وعندك هذا كل الالعاب دورات اولمبيه لتستضيف الكم الهائل من اللعبات، فكانوا يعني مستقبلين كل اللعبات موجوده
يعني بالعالم، فما بالك لما يكون في لعبه وانا اي اقول لهم يعني. طبعا تعاملت مع العم عبيد زايد اللي هو ابو زايد الله يحفظه مسي عليه، وعادل بن نخي ابو محمود الله يحفظهم اللي اظن توم ردهم من الفلبين. انا تعاملت وياهم مو مع تاسيس اللجنه، بس انه كان شروطهم بسيطه جدا، كان لازم عندك 60 لاعب، لازم تكون قاعد تتمرن لا اقل من سنه ولا شيء كذي يعني. في ما اتذكر الحين وغاب يغيب عني، وقعدنا مع الاخوان بالهوكي، مع الهوكي فهد عجمي وربعنا هذا، قعدنا شفنا شلون هم تاسسوا لجنتهم. صحيح، لانهم ما يمكن سابقينكم الموضوع، هم الخبره، لا ما ننسى لهم الهوكي هالكلمه، هم اللي قبلنا علمونا الطريق مع اللجنه. صحيح. ويعني نقول لهم الحين اقول لك صاروا نادي، يمكن نقعد معاهم مره ثانيه يصير شيء. فالقصد ان الحمد لله كانوا يعني اي لعبه اكيد تضاف الى العاب الكويت، هذه اثراء للرياضه. ما بالك انهم طالبين 60، انا جايب لهم 90 اول لسته هذه. الحين 250 طبعا مسجل، بس انه وقتها كان بس عندي 90. شيخ مشعل، شنو دور الهيئه في الموضوع؟ تدخلوا معاكم ساعدوكم؟ والاساس الهيئه ما لها دور في موضوع تاسيس؟ الهيئه ما تدخل بالتاسيس. ما لها دخل. ما تدخل بالتاسيس. عقب التاسيس هل كان في دعم؟ الا لو ربعهم بيني وبينك، بس انه مو هذا القصد، القصد الحين الهيئه في حاله انتقاليه، فنقول لهم الله يوفقهم. نعم. بصراحه اظن الحين ماسك هو عصام جعفر. نعم. لا وريال يعني يشهد له تاريخ الرياضي يعني. صح. انا متفائل بهالريال. طبعا نتفائل يعني بالله سبحانه وتعالى، بس ان شاء الله هالريال يعني راح يشيل هالهيئه الى شيء افضل. قاعد نشوف له خطوات ايجابيه وندعي له الله يوفقه، لانه هو ريال يعني يعمل. في تعاملات عندكم على الهيئه في الفتره هذه خاصه يمكن؟ حين؟ وانا بوصل لك اجابه لك، ان احنا كلجنه ما نتعامل مع الهيئه. ما تتعاملون؟ احنا نتعامل مع اللجنه الاولمبيه. بس الحين جرت العاده ان انت اللجنه الاولمبيه تخاطب باسمك. اها. بعدين تاخذ كتابك وتراكض وراها بالهيئه. صحيح. عشان تعرف الهيئات شلون ساعات. اي جهه حكوميه كذي صاير للاسف بالكويت، انه اللي يخلص باسبوع عندهم يخلص بشهر، واللي يخلص بيوم يخلص باسبوع. هذه مشكله. فكمراكض مراكض، وانا ما ابي اطب الهيئه وايد، ولكن عندي حاليا 150 خوذه. شيء بهالقبل، ما ابي يقول 100 خوذه، ما ابي اتكلم على العدد، موضوع العدد. يمكن بديتوا في نادي القادسيه كنتوا تتمرنون. انا مو اتكلم على العدد، اقول لك انا عندي 100 خوذه. خوذه؟ اي. وعندي 100 شتافيه شاريهم كلهم. على حسابك؟ على حساب اللجنه، مو شخصي، على حسابنا احنا بروحنا. هذا لازم يكون دعم من الهيئه لك؟ مفروض، بس ان الهيئه عندهم قانون عجيب غريب. ما يعطونك ادوات الا اذا عندك بطوله. زين شلون تدرب حق البطوله اذا ما عندك الادوات؟ صحيح. يقول لك اطلبها مبكر. زين كم مبكر؟ شهر قبل البطوله. زين انا بدرب فريق جديد بلعبه جديده شهر قبل البطوله، معقوله؟ صحيح. فهذا القانون شويه غريب، بس انه الحمد لله وماشي على الاساس. شو تقول على العدد؟ على العدد كاستقطاب عدد مميز يعني في اللعبه هذه، عدد يعني يحسب الحساب. يمكن كنتوا في البدايه تتمرنون على نادي القادسيه، الملاعب نادي القادسيه، عدل؟ او لا لا، لفه طويله صرنا. اي. وحتى الاعلام ما كان صوبكم يعني، شلون كنتوا قدرتوا يعني تستقطبون هالعدد الجيد؟ يعني يعتبر عدد فوق ال 60 70 الحين؟ لا 70 فوق درجه اولى، بس تحت 19 50 50 في البدايات. يعني شلون كان العدد؟ لا بالبدايه كنت من 250 60. ممتاز. شلون كنت تستقطبين العدد هذا؟ ما دعيت احد. خيي لا لو ادش عليك بالقصه هذه راح تتعب. انا كنت اول شيء كنا بالعداليه. اي. الله يخلي، ترى التربيه جامعه الكويت مضبطيننا جزاهم الله خير عنا. بس كنا عند كليه البنات اللي بالعداليه، نسيت اسمهم، بس المهم اللي بالعداليه اللي قبال الدوار مالنا من العودة. اي نعم. احنا داعيين ناس نقيناهم نقوه من العاب القوه وكذي، 10 ما 20 واحد، يوم منهم اربعه. انا رابعهم يعني، هم ثلاثه وانا رابعهم. هذا اللي مبطلين اللعبه. اي مبطلين اللعبه الزينين. حلو. وزينين الحين عندهم اللي بيني وبينك هم متهاوشين مع اداراتهم وندري ما قام يجون العاب القوه ما عليها النظر، فحتى اللاعب المميز ممكن نسميه يعلق. فخذينا وتعالوا لعبوا ذي. التمرين اللي وراه 15 واحد، التمرين اللي وراه 150 واحد، ومو قاعد اضحك. 15 ربعهم. كل واحد نادي ثاني، انا ما دعيت احد لسبب واحد، ما عندي مدرب. كنا تجربه، فما عندي مدرب، ما تقدر تدعي اذا ما عندك مدرب. وصلت 350 واحد اول شهر، ما عندي مدرب. فهمت الفكره؟ بس انه بعدين صار اللي صار، والحمد لله لقينا مدربين ونزل العدد شوي لما ما كان عندك مدربين، وصار في الحين قرار على حوالي 70 درجه اولى و50 تحت 19 سنه. بديتوا بدون مدرب، اول مدرب مسك الفريق كان محلي كويتي ولا لا؟ لا متطوع. كان متطوع امريكي اسمه مايكل جانسك. اها. من الحين مسي عليه بالخير. يعني انتم متاسسين صح؟ مدرب امريكي صاحب اللعبه شهر ونص مثل ما تقولون. بعد بس شهر ونص بعد ما بدينا يلا يالي. وبعدين يالي جابنا سبع مدربين متطوعين. وبشهر السبعه راحوا. ما يبون يكملون. بس امريكي متطوع. اي لا لا في زين. في شيء اقول لك يعني الظاهر هم يحبون اللعبه ويبون ينشرونها. قصدك بس تربط مع دوامه. هو ساعات ما يقدر يجي لك دوام.
فهم كان المشكلة عندك عدد كان هائل، كل من يبي يلعب وما عندك أحد يعلمهم، فهمت الفكرة؟ بالشهر ونص اللي تدربته وبدون مدرب شلون كنت تتدربون؟ في قانون لكم عندكم؟ عارفين القانون؟ قلنا لهم الربع، أنا أقول لك شغلة، مهما يقولون عني في ناس طلعوا شوي من اللاعبين زعلانين الله يهديهم، هم ربعنا وإخواننا مهما أي طبعًا. بس مهما يقولون عنا وعن الاتحاد أنا عمري ما كذبت عليهم، أنا قال لهم إمكانياتنا والشغل اللي عندنا موجودة واللي راح نقدم لهم إياه، وأول بالبداية قلنا لهم شباب مع إنه مدرب حلو ما توقعنا هالعدد الهائل، ولكن عندنا كابتن ماذا المطيري عضو لجنة ويانا، هو مسؤول الألعاب القوى بالقادسية، عضو لجنة الرقبي الأمريكية ماذا المطيري، عنده فكرة أردي عن قلنا أبو عبد الله لك عندك إياهم ولياقة حلو الله وكيلك شهر لياقة لياقة ممتاز شهر كامل لياقة دق على البحر على البر هني هناك والعالم طلعوا ما شاء الله رياضيين فيوم تحتاج لياقة قوية لياقة شايدة أصلا ما حسوا فيها الربع إلا من مباراة جدة والله بس إنما لياقة شايدة وايد ناس يستغنون هي سالفة عضل ترى العضل ما تفيدك بعد الكورتر الرابع بعد مباراة كاملة أنت جاي يعني تعرق وعضلاتك شادة ما تقدر تسوي ولا شيء لا تتعب لازم لياقة لياقة العضل مو بس لياقة لياقة جسمانية كصدر ولا سرعة ولا شيء هم لياقة العضل العضل تنزل وتطلع وتقوم يبين لك يعني طولة بال على قولتهم حاشتكم مشاكل معوقات في بداية مشواركم وايد أشياء والله وايد ما تذكر الحين يعني أبسط يعني مثال يعني أقول لك أبسط مثال إن أول شيء ما أبي أظلمهم أشكرهم من الإخوان بالعدلية والجامعة الكويت اللي أعطونا هالمكان ذا كلية البنات هذه بس يعني بالضبط الساعة 8 يطفون ليتات إيه ليش وقت الثمان عرفت شلون فكانت هذا يعني إجراء ماكو مشكلة بس يعني هذا من الأشياء ملعبي يلا يجون اللاعبين تعرف فوضى ما عندك مدرب طبعًا فهذا من الأشياء اللي عندك ما عندك مدرب عيد مرة ثانية ما عندك مدرب ما عندك أدوات هناك بعد شهر ونص تقريبا شهرين هني اللي عرفت إنه ما تقدر تشتري أدوات إلا بعد ما عندك بطولة وهالكلام فيعني هذه الأشياء اللي أكثر شيء بكل بساطة ملعب أدوات مدرب هذه الثلاث أشياء بس هذا لهم أساس أي لعبة أصلاً إذا ما كانت وهذا أنت لازم تشتغل على واحدة واحدة بس الحمد لله بعد ما صرنا على فكرة إحنا مو على طول صرنا لجنة هذا بعد ما لعبنا يمكن بعدها بسنه ونص انا اقول لك هذا شهر ونص قبل نصير لجنه يعني احنا الحين مو لجنه صحيح انا عرفت انا بعدها بسنه ونص كذي عرفت ان المواضيع هذه عرف شلون خبره واحد يتعلم انا قلتك ويمكن التزام اللاعبين تكلمت عنه شلون كان التزام اللاعبين من بعد نقول ان اول ما صار مثلا كلجنة حسوا ان في جهاز وفي هيكل تنظيمي من بداية للحين أنا عندي حوالي 20 إلى 25 واحد هذا الوياي ملتزمين هذا الوياي يقطعون أسبوع أسبوعين بس هذا الوياي أوكي شباب هذا ما شاء الله تبارك الرحمن هذا اللي إحنا موجودين الله يحفظهم ويطول أعمارهم مو كلهم أساسيين على فكرة بعضهم كانوا برا احتياط بس ما يخالف موجودين معاي عرفت شو هذا يخليك تفائل خير بهل من بعد ما صرنا لجنة وبعد إحنا بالأساس بعد ما خذنا الاعتراف الدولي وصار عندنا مدربنا هني اللي صار في خلينا نقول الالتزام هني كان لا يقل من 40 واحد بالتمرين يتبدلون تعرف في بعضهم مطاف وشفتات الله لا يوريك اذا صار عندنا حجز بالحكومه حجز القطاع الجيش والعسكري والسوالف هذه ترى نص فريق يختفي اللي بالشرطه بالعسكر اللي مطافي فيعني حتى عندي بالاسعاف عندي 4 مسعفين فيعني هم ينحجزون صحيح بس ان هني ورا ما خذينا تفتكر 2012 في 5/7/2012 وراها يوم صار عنده مدرب وصار عنده شغل كل هذا مع الضجه الاعلاميه يومين عشان نقل دوله معينه من اسيا الى اوروبا صحيح صار عندي حوالي 50 في كل تمرين طبعا عندك يحوشك دروب مرات يحوشك 20 واحد بعدين الرد فوقها 70 بس انا قصدي هي تقريبا 40 كل يوم لعبه مكلفه ووايد ادواتها غاليه قادرين توفون احتياجات اللاعبين الله يخلي احمد الفهر طلال كل احتياجاتهم يعني مثلا الله يخلي احمد الفهر طلال الفهر اي نعم انا بقول لك انا عن نفسي ما عندي ولا فلس كوني نعم. متزوج وريال بدايه مشواري الوظيفي ما عندي شيء شيخ احمد الفهد والوالد طول بعمره شيخ طلال هل قاعد يشتغلون لمشعل كلعبه عشان ولدهم خلنا نفرق بين الاثنين احمد الفهد ولا لان انت نشيط وعارف شلون توصل وتطلع احمد الفهد لا بقول لك كاش بعطيك اياها احمد الفهد لا يحب اللعبات كلها صحيح يبي يشجع الرياضات يحب الرياضات كل هذا
ابوي مو مقتنع باللعبه مره واحده. ابوي ما يحبها. لا جد الوالد عافي عليك انك انت قدرت تدخل عليك في ايام اللجنه الاولمبيه مثلا. لا ما كان موجود. ما كان موجود. ما كان رئيس احمد اللي وصل لك. لا بس هو اذا ما كان يبيها بعد اذا طلال فهد. طلال فهد لا تفهمني غلط. اذا ما اذا قال لي مش لا تفتح اللعبه غصبا على خشمي ما افتح اللعبه. طلال فهد عشان ابوك. ابوي فلازم. لا هذا ابوي. لا كلمته سيف. فزين ما كان في البدايه محب للعبه ولكن بيقول لك ليش ما يحب اللعبه. بس ساعات في مشاكل توصل لي ماني بذاكرها فجاه القاها تنفتح. حلو. تليفون من هني ولا تليفون من هناك. ممتاز. ادري من اللي داق. اي نعم. عرفت بس ما يقول لي. فانا الوالد هاللعبه ما يعجبها بس انه واقف ويانا. الوالد ما يخلينا. عرفت شلون؟ ليش عشاني ولا عشان عشان عيال اللاعبين انا ما ادري. عرفت شلون؟ بس الحين انا هو رئيس الحين رئيس اللجنه انا لعبه تحته. صحيح. مدرج. اي نعم. خلاص ما راح يخليني. فمجبر يعني. اي انزين احنا بنتكلم عن يمكن تكلمنا عن تاسيس اللجنه. لجنه الرقبي شنو موضوعها؟ شنو علاقتها مع انا اقول كرة لك انا اقول لك انا يوم قعدت بسوي الامريكيه قعدوا معي الربع قالوا لي يلا خلينا شلون التاسيس وهذا. قلت له انا ما اعرف. حلو. شغل التاسيس ما التاسيس بروح مع الهوكي. قعدت مع الهوكي تفاهمت وياهم شرحوا لي ان عندنا ريال خبير بهالمواضيع والقوانين هذه اللي هو والله استغفر الله غاب عني اسمه توه على طرف لساني حيدر فرمن. حيدر اللجنه الاولمبيه وعبد الرحمن. فقالوا لي انه هو اللي عنده المواضيع هذه كلها ويقدر يساعدك بكل المواضيع هذه كلها هم على الاعتراف الدولي باكر لما تقدم يقدر يفيدك بالنظم الاساسيه والسوالف هذه. فدقيت عليه وطلع من ربعنا ورحت سلمت عليه وقعدنا وياه. يعني طلع عندي رقم انا قصدي ما اضطريت ادوره بعيد. فرحت هو دائما مع كابتن حسين المسلم وباللجنه الاولمبيه رحت وسلمت عليه وقعدت معاه وقلت له ترى الموضوع انه كذي 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 كذي. يقول لي زين احنا عندنا لعبه الرقبي موجوده من الكويت من 75 سنه تقريبا ما لها احد. لا زين وفيها لاعبين كويتيين. يقول حاليا قاعد نشوف فيهم يطون طراطيش كل فتره وفتره ثلاثه اربعه. صحيح. وما ادري اسوي لجنه بروحه. انت ما شاء الله عندك فوق الأمية فضمهم دخلهم وياهم. ممتاز. صاروا هم هيئه بروحهم نفصلهم. لا هذا ما اذا يفيد يعني عرف شغل احنا بالكويت كله شغل جهود فرديه. صحيح. اذا يفيد الكويت والرياضه الكويتيه بالعكس خلنا نساعد. وفعلا بس هذه امان على خرب رقبتي. فقمت من وراها ادور 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 اكتشفت ان عندنا نادي بالكويت ابي امس عليهم سكوربيونز. وتوني والله تو بالفتره الاخيره قبل شهرين تعرفت على رئيس الجديد عبد العزيز الصديقي. اول رئيس للنادي بالتاريخ الطويل الكويتي. اوكي. فهم الحين ثلاثه كويتيين وقعدنا وياهم وتناقشنا وياهم. اعذروني. تناقشنا وياهم ويعني الحين الرقبي ان شاء الله في اشياء وايد حلوه مخططين حق السنه الجايه هذه كلها. بس لازم تعرف ان هذه لعبه وهذه لعبه. ايوه اكيد لعبتين ولكن يمكن موضوع ان الربط بغينا بس نستفسر. لا هي بالعالم كله ترى كل واحد له اتحاد وكل واحد بروحه. احنا بس جامعينه قلت لك عشان الوضع مال الرقبي الحين لا يسمح انه يكون بروحه. بس ان شاء الله بالمستقبل اذا صار في ذاك العدد على الكويتيين فيها تعرف ما تقدر تسوي لجنه هم ثلاثه كويتيين. صحيح. اقل شيء 60. فاذا ان شاء الله بالمستقبل مشت بالعكس هذا اصلا لازم لها استغلاليتها بروح اللعبه خاصه. عندنا اسئله ودنا نستكملها معاك ولكن راح نطلع فاصل مشاهدينا فاصل وبعد الفاصل عندنا اسئله كثيره مع الشيخ مشعل طلال فهد. مشاهدينا بعد الفاصل رجعنا مع ضيفنا الشيخ مشعل طلال فهد. يمكن نتكلم عن لعبة كرة القدم الأمريكية ودخلتوا الحين في آسيا كونكم يعني دولة العربية الأولى اللي تشارك في الاجتماع اللي طاف كان موضوع غريب. يعني نقدر نقول طردتوا إسرائيل من هذه اللعبة وانتوا الدولة العربية الوحيدة دولة الكويت اللي شاركت. كنت موجود في الاجتماع. حدثنا عن اللي صار معاك هناك في هذا الموضوع. اي اول شيء ابو عبد العزيز ترى احنا طيب مو الاجتماع اللي طاف اللي صار فيه النقل صار مو طرد اقول نقل انا لانه مو فعلا ما كان طرد. الطرد لازم يكون هو مراضي صارت هم ما شاء الله ترضيه الحمد لله الله مسهل علينا. اي نعم. عموم المهم
2012 7/5/2012 قلت لك يوم احنا صار علينا تصويت بالكونغرس صحيح تم في بريك لأن كان في عندنا نقطة مهمة نقاش شايد داخل المجلس الأولمبي داخل الاتحاد الدولي للعبة عن تغيير النظام الأساسي من يحول الاتحادات القارية إلى لجان قارية تابعة للاتحاد الدولي ممتاز يعني بمعناته من فيفا شغل فيفا اللي هو كل واحد والاتحاد القاري إلى شغل الفيبا وكرة السلة اللي كل واحد وكوميتي ماله خاص تابع للجنة بصفتي عضو الفيبا ايجيا نفس الشيء ايجيا كوميتي نفس الطريقة يعني هذا بنصير فصار فيه عليه نقاش حاد لأنه كان في الظاهر سوء تفاهم نص أوروبا ما شاء الله أوروبا أكبر قارة هناك عندنا 33 دولة فيها بس أوروبا فنص أوروبا هني ونص أوروبا هناك وصار فيها نقاش حاد فخذينا بريك على أساس إنه يصير فيه تم مناقشة الموضوع في كل قارة ففي قارتنا قبل أدش كان استغلت الفرصة من الكويت أنا كنا ندري هالموضوع بيصير فقلنا دام بيصير هذا الموضوع خلنا نستغل الفرصة إنه لما تيجي تغير القانون قاعد تحل أنت الاتحادات فيقول كل الدول تصير مرة ثانية بس أعضاء الاتحاد الدولي بالضبط بعدين بنقرر القانون الجديد فبهي الفترة قلنا بننطل من هني لهني ناخذ فرصة يعني صحيح فقبل الاجتماع آسيويين قلت لهم قبل لا تتكلمون يا أخوان أول شيء نشكركم على التصويت ومن الكلام هذا بداية كلام رئيس الاتحاد الدولي كان يقول إن إحنا بنصير أولمبيين نبي اعتراف الأولمبي والآخرة وهنا نبارك لهم طبعا الاتحاد الأولمبي خذ اعتراف جزئي من الاتحاد الأولمبي الدولي فنبارك لهم على ذلك ونشكر الشيخ أحمد فهد على دعمه لهالملف هذا اللي هو اتحاد الآيفا في كرة القدم الأمريكية فقلنا إن دام نبي يصيرون أولمبيين لازم يضطرون بالنظام الأولمبي الدول الأولمبية تشارك في قارته من الريسبكتيفلي على قولتهم يعني كل واحد بقارته إسرائيل مو بآسيا شوية ضجة مع شخص معين صار في نقاش حاد صار في فصل بالموضوع بس بعدين تسكر الموضوع علم في رئيس الاتحاد الدولي وطبعا كان الموضوع واضح من طرفنا احنا ما راح نشارك اذا ما اذا هو على الطاوله يعني فيال لنا وقال لنا خلاص احنا ننقلهم ونوديهم من هنا الى اوروبا وهم اصلا كلمتهم هم مستعدين وماكو اشكاليه يقول خلاص كيفكم على راحتكم وفاهمين الوضع اخ تومي فايكنج السويدي يعني صار في نقل طريقه يعني قلت لك سلسه سهله الحمد لله اللهم انت يا اسيوي اللي ماني ذاكر اي دوله لان ما نبي ندش بمتاهات صحيح كان عنده اشكاليه من باب ممكن اقولها فزعه ان هذا يعني معانا من سنين وانت توك داش يعني مو من باب انه دينيه ما دينيه وهذا شيء يعني يقول على الاقل عنده نقول وفاء او وفاء نقل المنظومه الى اوروبا كانت يعني قلت لك الحمد لله طريقه سلسه زين فتح لنا باب على الاقل لما نقدر نشارك مثلا لا احنا كان الشيخ محمد سلمان رئيس اللجنه كان واضح معانا احنا قعدنا باللجنه واضح عندك اختيارات 1 2 3 4 يا يتم النقل وتشارك بكامل حقوقك كدولة يا ما يتم نقله وانت قاعد هناك وبس تشارك كبطولات وتنجي ما تدش بالكونغرس ما لك شغل بحد لأنه ما تقدر تقعد طبعا الكونغرس العام ماكو مشكلة بس ما تقدر تقعد بالقارات وتي لأنه بتصوت تباشر على منه مراكز دولية صحيح. تصوت يعني هني يا ضد هني بس بمعنى راح تعترف فيه بالضبط وايد ناس يقولون احنا اقوى منهم بعض اللعبات ليش ما نباريهم؟ مو العبره لو وقفت بالملعب ضده بس خلاص انت اعترفت بالمنظمه واحنا ما لنا شغل بالاشخاص ترى صحيح لا حد يفهمني غلط احنا مسلمين احنا ما لنا شغل باليهود ولا بالاشخاص احنا مشكله بالمنظمه وطريقه تكوين المنظمه وشلون العالم الحين صار الكيان نفسه بالضبط نبي نتكلم عن منصبك كنائب رئيس الاتحاد الاسيوي للعبه شلون وصلت الى هذا المنصب شلون يعني صارت الخطوات لي ما وصلت يعني منصب يعتبر مميز أول سنة طقينا كل شيء أول سنة شيء لا شوف عدد آسيا قلة اي احنا مو وايد يعني ما ابي افخر بالمنصب لهالدرجة هي عدد آسيا مو كم دولة مشاركة احنا لا هما احنا ست دول الحين انا دخلت السابع اي احنا 7 دول الحين اللي يشاركون بالكونغرس هما 3 هما كوريا اليابان واحنا الكويت ممتاز كل واحد له منصب فاعطوني المنصب بس شنو قصدي انا قصدي بعد ما خذينا المنصب ماذا عملت بالمنصب قول لي هذا اللي تسالني اياه بعد ما خذينا المنصب شاركنا على طول في السويد كان عندنا بطوله صغيره هناك فلاج اللي شفتوها بالافنيوز هذا العلم اللي هنيت الربط هذا بالضبط
طبعا مصغره هذه مثل شواطئ عند القدم يعني مو رسميه، فشاركنا فيها بطولات العالم لها، دخلنا الفلبين بالكونغرس اللي طاف، هذا مو الكونغرس اللي اخذنا الاعتراف، هذا دخلنا الفلبين انا اللي راسلتهم ودخلتهم ويانا. حاليا عندي اجتماع مع المغرب، موجود بالكويت حاليا عضو المغرب، نقعد وياه نتفاهم وياه. مصر جاي اليوم 23، السعوديه قعدت معهم امس، فشغالين مع اهل مصر ونستعمله، عرفت شلون؟ ممتاز. فهذا الطريق اللي احنا ماشيين فيه. جميل لما الواحد يكون في مكان ويستغل هذا المنصب لصالح الرياضه بشكل عام ولصالح الرياضه اللي ينتمي لها بشكل خاص كرياضه كويتيه. استضفته فريق فرسان يوشاتل سويدي، راح نشوف تقرير شيخ مشعل مع بعض، وبعد التقرير بنتكلم شوي عن المباراة وعلى الاستضافة هذه اللي صارت في الكويت. نشوف التقرير ونرجع مرة ثانية. أنا سعيد جدا بمشاهدة هذا اللقاء، إنها أمسية جميلة، كثير من الشبان يستمتعون بوقتهم، الرياضة هي شيء رائع حيث تجمع بين الشباب، وأنا مستمتع بمشاهدة الفريقين. I had them both teams for lunch today in the embassy. قمت بدعوة الفريقين على وجبة غداء، ولاحظت قبل اللقاء مدى أهمية التقاء شبان من ثقافات مختلفة. واجه منتخبنا الوطني لكرة القدم الأمريكية فريق نيوشاتل السويسري في لقاء ودي يعتبر الثانية للأزرق، الذي يستعد لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في السويد العام المقبل. هذه من أفضل المباريات اللي أنا شفتها، حتى بعض السفارة الأمريكية موجودين، السفير والسفارة السويسرية والأمريكان قاعدين يطلعون نبي يشوف النتيجة، متحمسين يقولون هذه لعبة دفاع كانت، ما كانت لعبة هجوم، وفعلا احنا نقص عندنا شوية بالهجومي، ونيوشاتل الظاهر تخربط شوية بالأجواء، البرد والهواء فتخربط هو بعد بالهجوم ماله، فصارت معركة دفاعية، وهذه يعني فيها شوية حماس صايرة وإثارة. نعطي يقول حق الجماهير الكويتية اللي يعني أكثرهم يقول بصراحة ما يعرفون اللعبة، اللي جايين حق مساندة الفنيلة الزرقاء، يقول جزاهم الله خير ويعطيهم العافية. لم تمضي فترة طويلة على تأسيس المنتخب وتجميع اللاعبين إلا أنهم ظهروا بصورة مميزة أمام الفريق السويسري، وتطوروا كثيرا عن اللقاء الودي الأول. أشكر الشيخ مشعل على استقطابي هنا وأعطائي هذه الفرصة. الشباب كانوا رائعين، قاتلوا وقاتلوا أمام فريق يمتلك خبرة كبيرة، وهم يبشرون بالخير وقدموا بعض اللمحات الفنية، فخلال شهرين أو ثلاثة عندما يأتي الفريق الكوري سنتمكن من هزيمتهم. المنتخب ما قصر، لكن احنا نحتاج نلعب لأن ما عندنا كمية اللاعبين اللي نقدر نلعب مباريات، وكله قاعد نحضر حق كأس العالم مع كوريا. إن شاء الله نفوز على كوريا، عندنا مباراة مع السويد بعد تقريبا شهر، وإن شاء الله نصير فوز متعادل. الشباب عطل عندهم مؤدب، الحمد لله على كل حال كان فوز تعادل الحمد لله. بالنسبة حق المستوى اللي ظهرته فيه مقارنة بالمباراة اللي طافت، راضين عنه؟ والله راضين الحمد لله. مثل ما شفت اللعبة كانت وايد أكثر شيء كانت ودية، أكثر من لعبة طيح وطيح وكذا السوالف. وثاني شيء الحمد لله الشباب كثرهم يعني كهجوم في دفاع، واللاعبين كثرهم كل واحد الدواج بالعلى، لا في قصور ولا فيها شيء ثواني، كل الإدارة شافت فيها في أغلاط صارت، يعني ما حد ما غلط، لا ما غلط عشان ما تعد النتيجة. اللقاء الحاسم للأزرق في التصفيات سيكون أمام المنتخب الكوري الجنوبي في 12 من إبريل القادم. وسط حضور جماهيري مميز، المنتخب الكويتي لكرة القدم الأمريكية
يواصل استعداداته للاستحقاقات القادمة. عبدالله الأنصاري من استاد جامعة الكويت لبرنامج إكسترا تايم. عودة من جديد شيخ مشعل، نتكلم عن يمكن المباراة اللي استضفتوها كفريق سويدي عالمي جينا الكويت. حدثنا عن الترتيبات، التجهيزات قبل المباراة، أثناء المباراة، ما بعد المباراة. والله يا أخوي الفريق السويسري نادي هو اسمه نيوشاتل نايت من منطقة نيوشاتل في سويسرا. طبعا احنا كنا عادين نفوز حسابنا على بونا منيب فرنسا، كان عندنا مباراة ودية قبل مع نادي جدة شهر 3 اللي طاف، فكانت هذه اول مباراه لنا وفزنا باليلا، ونادي جده كان خصم عنيد مع انه كان اصغر منا سنا واقوى منا بنيه، وهو جاي لنا ضيف وكان يعني كان بيغلبنا الا شوي. 21-17 فزنا عليهم باليلا. هذه ثاني مره كنا بنيه بفريق الفرنسي على ونا فريق قوي وفريق مؤهل متاهل لكاس العالم، كل سنه يتاهل لكاس العالم، فكنا بنباري اعتذر اخر لحظه، كنا في اتصالات مع اكثر من اتحاد واكثر من هذا، بس انه ما صار نصيب لاسباب مختلفه اللي هي ساعات الفلوس، ساعات انه الدوري شغال، ساعات هذا. فالاتحاد المغربي اللي الحين قاعد في صدد ان ندخل ان شاء الله الاتحاد الدولي على السنه الجايه، قال لي احنا بارينا فريق ودي اسمه نيوشاتل السويسري، هذا من دوري سويسرا من الدوري الاقوى الدوريات اللي باوروبا، وليش ما تجربونه؟ ممتاز. قلت له اذا انت تنصح فيهم بعد من راسلهم، وفعلا راسلناهم بالعكس، رحبوا بالفكره ومستعدين يجون وهالكلام، ودعيناهم وافقوا والحمد لله. يعني وديناهم سكناهم بسويس بالمونت، وشغلنا اللي ورا المثنى وشغلنا مشى الحمد لله. منو ساعدكم بالتنظيم؟ يعني احنا التنظيم كله عندنا، كله عندكم. لا شوف، في تنظيمين، اذا قصدك اثناء المباراه ولا قبل المباراه؟ يعني قبل واثناء. لا اثناء المباراه كان هذه النادي القادسيه لها اثر كبير عندنا، منظمين النادي القادسيه وكذا. ممتاز. ودشوا بعد النادي القادسيه عشان ما اظلمهم، ودشوا في استلام اللاعبين من المطار والنقل والتنقلات كلها عن النادي القادسيه بصفتهم هم الخبره، والناس اخواننا الكبار عند العم حمزه الاشكناني في العلاقات العامه هناك اللي يمسي عليه بالخير العم، واخونا جاسم مؤنس حاليا بمصر مسكين حاشته جلطه بالمخ، ندعي له انه يقوم بالسلامه ابو محمد ويرد بالسلامه ان شاء الله بالكويت. فهم ساعدونا في تنظيم المباراه والفريق نفسه، نقله ووصوله واستقباله والسوالف هذه، وجزاهم الله خير ما قصروا، بالعكس حتى السويسريين كانوا مستانسين انه اول مره يشوفون شيء بتنظيم ليوم قاعد يشكروني يعني. ممتاز. التغطيه الاعلاميه الشق الثاني جاي لك واحده واحده. داخل الملعب كان عند الحكم مالنا المميز خالد السيار، وساعد ترى هو سوى كل شيء، تخطيط الملعب وتنظيم الملعب، وانا قاعد طبعا قاعد اساعده باللي اقدر اساعده، والربع كلهم عندنا علي الشمري اللي وياي برا، شباب اللاعبين اللي ما اخذوا فرصه بالفريق اللي صاروا اداريين قاعد ينظمون تخطيط الملعب، تجهيز الخوذ، ترى الخوذ في بعضهم بيض بس لزقناهم لزقات سود وحطيناهم على لزقاتنا. لازم تكون موحده كلام. مو لازم كقانون دولي، لان وايد دول فقيره ما عندهم. صحيح. ولكن احنا قلنا ما تقدر الكويت تطلع بخوذ مرقعه، فقلنا طلعناهم كلهم اسود وضبطنا امورنا. يعني شكر نادي القادسيه واللاعبين على التنظيم الرائع، مع الليبرو مالنا، نسميه الليبرو لانه بتاع كلهم مسكين، خالد سيار مساعده. اي نعم. تقول عن التغطيه الاعلاميه؟ اي نعم. هل كانت وافيه للموضوع؟ انا مرتاح لها والله وايد. حلو. القناه الثالثه قالت لك المباراه لايف. مباراه لايف. عندك استوديو قبلها بساعه وبين الكورترين اعذروني حوالي ربع ساعه. غير كذي الوطن موجوده، قناه الجزيره موجوده الرياضيه اللي الحين اسمها بينج سبورتس، اكثر من جرايد واكثر من قنوات موجوده، يعني اكثر من كذي يعني الحمد لله عندنا تغطيه اعلاميه. بس مشكله شنو؟ التكرار. يعني ساعات يكون موجود مثلا على الوطن يطلع مرتين مع العاده. صحيح. شلون؟ غير الثالث يعيدونها مره مرتين، احنا نبي تكرار، لان انت شافك هالمره كان بها، ما شافك اكيد في ناس ما تشوف تشوف العلم. بس احنا طلعنا على الوطن في حدث ما او اخر يمكن خمس ست مرات ليومك، في ناس ما يدرون عنه.
فأنا أستغرب إذا إحنا الوطن ناس منا مصورين ما يعرفون عن الموضوع، مع إنه نطلع عندكم أكثر خمسة مرات، وهذا مو يعني طبعًا مو ذمًا فيكم ولا شيء، ولكن هذا الواقع، في ناس تشوف المقرار وما يشوف. تحتاج إلى بعد سنوات إن شاء الله من إشهار اللعبة بشكل كبير اللي يمكن تعرف من قبل كل الشرائح الكويت. صار لك ثلاث سنين تلعبها وبالجرائد موجودة صحيح وعندك صحيح مقالات، يعني ما حطوا لنا صفحة كاملة اليوم الوطن حطوا لنا ثلاث أربع صفحة، يعني أنا استغرب لما لهالدرجة يعني على الأقل سمعت عنها، يعني مو معقولة ما سمعت عنها. إحنا للأسف الشديد الكلمة السيئة تطلع اليوم من ديوانية آخر ديوانية تعرفها. إي والله تنسى الكلمة الزينة ما تطلع إلا المهم إحنا متفائلين خير، وعندنا الحين صفحة يوتيوب، يعني شانل باليوتيوب قاعد ننزل كل الأخبار عشان التكرار ما التكرار، فقاعد نشتغل شوي شوي. شنو بعد النادي السويدي؟ هل في أندية ثانية؟ سويسري، عندي سويدي، عندي منتخب السويد. ممتاز. منتخب السويد جاي لي مع فريقين درجة أولى إن شاء الله وتحت 19 إن شاء الله. هني الكويت. شهر 3 الجاي. ما حددنا متى بس إن شاء الله بداية شهر 3. زين أنتوا عندكم في أبريل بطولة. إي. 12 أبريل. هذا آخر مباراة. قاعد تستعدون لها. من خلال المباريات الودية مع كوريا. مع كوريا. ده 65 إلى 70 سنة خبرة على اللعبة. شلون استعدادكم؟ شوف الربع مباراة كبيرة. هاي وايد أقول لك مباراة جدة إحنا كنا باليلا فزنا. مباراة السويد سويسرا ترى العالم يعني على الأقل فاهمين اللعبة واللي شافوا اللعبتين لاحظوا الفرق الربع، يعني أنا قلت لهم النتيجة الحين قلت النتيجة بحر شوي. إحنا غلطنا إحنا مباراة بيننا إحنا غلطنا ما يخالف هذه نساها، بس الدفاع صاير شيء يخرع، هجومنا صار شيء. إحنا ما كلنا نتكلم عن دفاع أقول لك حتى الهجوم صار شيء، عندك هجوم ما يخاف عليه الفينيشينج، انت ناقصك الفينيشينج بس كم هني يخلص هني مخلص هني مخلص يتدرب على المسكه صحيح. مسكتنا مو انه تشوف المباراه تشوف انه ضيعنا كم باص مهم ما يخالف تسوي شوي شوي. احنا ننسى الحين هذا ركز على مباراه السويد ان شاء الله. مباراه السويد راح تشوف التحسن اكثر واكثر. مباراه السويد فريق هو الوحيد اللي مضمون كاس العالم لانه المنظم، فعنده يعني عد فريق من يمكن ثلاث سنين من اول ما اخذ البد، فالفريق هذا لازم ندير بالنا عليه ونشوف نفسنا قدامه صحيح، وهناك راح يبين المستوى الصج صحيح. في عندك كلمه اخيره ودك تقولها في ختام لقائنا اليوم؟ تكلمنا يمكن عن موضوع كره القدم الامريكيه اللي في الكويت كثلاث سنوات، عندكم هدف قاعد تشتغلون، يعني انا قاعد اشوف شيخ مشعل قاعد تشتغلون شغل بروفيشنال مثل ما يقولون، قاعد يجيبون الفرق عالميه، قاعد تبارون، قاعد تلعبون وديات، تستعدون بطريقه جيده على حسب الامكانيات الموجوده. أول شيء أقول بسم الله الرحمن الرحيم، أقول جزاكم الله خير على الدعوة الطيبة، وأعذروني مرة ثانية إذا كنت شوية تعبان ولا صوتي تعبان ولا شوية مريض إن شاء الله ما يجيك، جزاك الله خير. أقول حق لاعبيني وين كاميرتك؟ أول شيء صوب الكاميرا هني ولا هني؟ والله هذه كاميرتك. هذه كاميرتي. أقول حق لاعبيني يعطيكم العافية، كفيتوا ووفيتوا. هني كاميرتك. ضيعتوني الحين من يسار. هني؟ إي قول. أقول لك أول شيء يعطيكم العافية، كفيتوا ووفيتوا. مباراة سويسرا سويتوا عليكم ولعبتوا بمستوى يعني كل من يشهد له عالي جدا، النتيجة نسوها، الحين المباراة كلها نسوها، أغلاطكم راجعوها درسوها وفكروا حق السويد، لأن السويد راح يكون 10 مرات أصعب من سويسرا، والنهاية كوريا. ونقول يا أخوان يعطيكم العافية على دعمكم الوطن المتواصل، وإحنا وياكم إن شاء الله دائما المتواصل يا أخوي، وإن شاء الله هذه 3 سنين بعد 3 سنين راح تشوفون شيء أفضل وأفضل وأفضل. جزاكم الله خير. عسى الله يوفقكم إن شاء الله في الاستحقاقات القادمة وفي المباريات القادمة وأيضا في مباراتكم في أبريل. لك مني كل التحية على وجودك معنا شيخ مشعل، ومشاهدينا أيضا نشكر لكم هذه المتابعة. وصلنا إلى ختام حلقتنا، تابعونا إن شاء الله في الأسبوع القادم يوم الاثنين الساعة 6 على موعدنا، خلكم معنا.